ما كاينش الموسيقى لأن اليوم السبت. الشبات، فلهذا غادي ندخل الموضوع ديريكت. الناس كتبوا لي، ماشي لي، كتبوا لي الماكينه المراكي، قال لي الحكومه جديده بعدا كاين شي وجه قدام بحال داك بالموسى، هذاك هالف باينت، وكاين دوك اللي تكونو تابعين القصر بحال الفرتيت و الديانة و المخدرات و خارجية و ما شي حاجة أخرى. هادو من مخيمين، لأن هما دابا تيمثلو علينا، تيمثلو علينا، تيقولنا حنايا الإنتخابات الديمقراطية وهادشي، وكلشي كان نزيه، كلشي كان نزيه، فهمتي؟ إيوا ملي كلشي كان، سمحولي ناخد واحد شوية ديال المحيا، لأن كنحس شوية تحت الطقس، عند الدوالة. لا ما عندنا ما نسترو، لأن حنا في واحد الدولة ديال اللي عجبك، فهمتي؟ حنا نديرو اللي عجبنا، مثلا وكيف تنخلصو الضرائب، تنسوفريو الضرائب، انت غادي الضرائب، ماشي بحال هاديك الدولة في أرض الوطن، الناس ما تبغيش يخلصو الضرائب. هادو المشرعين وهادو السياسيين وهادو الوزراء والبرلمان اللي كتزبل هداك، ما تبغيش يخلصو الضرائب ديالهم. وتيقول حقا ما عندناش فلوس. ايوا الا ما تزيرش مع عباد الله، كلشي يخلص الضرائب، كلشي يخلص الغرامه ديالو، داكشي غادي تولفو تبي بيجري العمل، فهمتي؟ درتي مخالفات، خلصت الغرامه، درتي هذا ماشي، ولكن هما واش يديرو؟ العفو يقول لهم يخلصوا الغرامه، تيخشوا في الحبس، تيخشوا بالحبس، هذاك الانسان اللي يدخل الحبس ما يبقاش بروديكتيف والو، غادي يخرجوا على خدمتو، غادي يخرجوا على الزواج ديالو، غادي يخرجوا على كل شيء، وخصهم يوكلوه ويشربوه، واخا ما غادي يعطيهم العدس في الحجر. لا قال لي واحد حيدوا الحجر من العدس، حيدوا واحد ما كاين دوك الماكينات تيحيدوا. الا جبتي شاريه من امريكا ولا من العدس ديال المغرب، مشي تلقى فيه الحجر، تلقى فيه داك اسمو التراب كارم، غادي عاد تيدوب لك في مخك. ما عليناش، كنا في هذا في المغرب، فلهذا تيبين الحكومه هذه داروا وحده قال لي، على ما قال الناس انا مثلا باش ندخل هادشي ديال الحكومه، ملي كان في الحكومه اللي ديال السيمانه اللي فات، ولا الحكومه القديمه هذيك، كانت المندوبه الساميه ديال اسمه وزاره تقل الصحه، هما اللي حقا دار عمل جبار في كوفيد، درتي هذاك الشيء جا من القصر، ما عند بابهم يديرو، القصر هو اللي مكان مقابل ديك لوبيراسيون، ما يكذب على الكذاب، حقه ما حقه والو، ما دارت والو، وليت وقع لها نزاع مع وزير تقل الصحة، وقع شي هذا وهذا وهذا، ودابا اش داروا لينا؟ داروا لينا دابا هذا، واش ما عرفتش هذا اوفر سايت، فهمتي؟ ما ردوش لها البال، داروا لينا هاد المرا هادي، حنا نتكلم على الدار البيضاء. نتكلمكم على شي ميدان اخرى، نتكلم عليكم ما خسر والو. في الدار البيضاء داروا لنا واحد المراه داروها هي اللي بعدا هي العمده ديال الدار البيضاء، ودابا رجعوا وزيره تقل الصحه. ومع احترامي لكم انا ما شوف فهمت واش دابا حنا الناس ما تفهموش، تيكونوا تصنتوا لك البرامج ديال بحال نقولوا العصابه، تيفسروا لينا هادشي وكي ما تيفسروش لينا بالديتال، بحال دابا هذه وزيره الصحه ولا نقل الصحه اللي هي عمده الدار البيضاء، عمده الدار البيضاء شحال فيها؟ على ما قالوا الاحصائيات الاخيره بقى لنا واحد 7 مليون ديال المغاربه، بحال قلت شي دوله راه اكثر من دوله، كبر من الامارات، كبر من بلجيكا، كبر من لوكسمبورغ، كبر بان وكبر من ويلز. ما عليناش هذه الدار البيضاء، هذاك الشيء شكون قلنا خصني نديروا لها الحيط باش تسد القلاوي كلشي، باش واحد بقى يدخل عندنا في الليل. كيفاش هذا؟ قال لك عندها تقدرش عليها. لا باش شوف دابا ما تفسروش لينا، دابا هي هذه امراه،
دابا هذه المرأة ياك قالك الاخرى كاينه ما شحال من ساعة في النهار، إيوا حنا داكشي اللي لقينا في شي ديال اسمو لقينا بينا كاين 24 ساعة في النهار، معلاش السيدة كيفاش غتمشي الدار البيضاء وكاك حكا عند راجلها، وهاد السيدة هادي اللي هي وزيرة الصحة والصحة داكشي علاش السبيطار ما مشيش مزيان، لأن ما كاينش اللي غادي يقابلهم عاد يجيبوا لينا هادي غادي هادي بعد أولا إلا خد إلا ما استقلاتش كعمدة ولا ما استقلاتش كوزيرة غادي يوقع لها واحد مشكل عائلي الا كانت مجوجه معايا الا كانت مجوجه بصح، اما الا كانت غير دايره سيكس بارتنر هذيك ماشي سخنه، ولكن واخا يكون على سيكس بارتنر لان هذه بحال شي شون بريد بهاد ما تكون تمارس المهمه ديالها غادي تولي في اخر مع العشيه ولا مع الليل ملي تدخل دارها تدخل بحال شي شون بريد مفشوش. ايوا دابا الا كان الشومبري مفشوش شحال جهدك باش خصك باش تنفخو، ولا بحال اللي كيقال لهم داك اسمو بن عبد الله فهمتي، ايوا دابا هادي غادي تكون والو ما غادي تكونش اكتيف في الفراش في الفراش فهمتي، ايوا غادي نجيب تحتها غنقول عندها خدامه مخلصه بشي 40 درهم في النهار، اي الخدامه مسكينه ما كان لي فيش تدير لها شحال تخدم عليه كله، ولا كان عندها الولاد هذه مشكله. دابا هذا الشلح هذا رئيس الحكومه الاحرى عطاها المسلم ويلي واش حنايا واش عباد الله ما حشمتوش من الدار البيضاء يا ولاد القحاب، ديري لينا امراه وعطينا وزاره غنبقاو بلا صحه ولا يبقى والو الدار البيضاء غتكرفس، هما غير الزبل ما قدروش يجمعوه، وعاد هو غادي يدير لينا هذه تقبل لنا الصحه، ايوا هي قودات علينا فهمتي. فلهذا هاد السيده اولا ما غادي تكونش تمارس الجنس ديالها كما ينبغي، الله على الكلام اليوم الباغي، انت كتب انت كتب بلاش نقول لكم فينا حنايا، لا تغلطوا تسحبوا لي انا في شي محاوره ولا شي حاجه، انا هنايا انت واش كاين فين انا هنايا مالناش، قال لي نشوفك ديما في الطير، لا انا هنايا انا في البار، هذو راه قرا عليا في الصحراء ماشي باش يتحركوا، واللي ما طاقش يبرك على هذا فهمتي كيفاش هو كوهيبا واش كاين تي هذا تشوف قاعد يتحركوا انت يقول حق راه شي تصاور شي تصاور حنا ماشي في الاستديو حنا في البار في البار والبار والبار في داري مني مالياش. فدابا هاد المرا هادي دابا هاد المرا هما كاينين جوج عيال وثلاث عيال اللي عندهم مناصب وزاريه وعندهم العمده، وشوف دابا بتعرف المغرب جيعانين باش تقول لي يا سيدي ما قد على وزاره خليني غير كعمده ولا غير نستقل من العمده ونشد الوزاره، لا يخص يضرب في كل شيء وقالت لهم راجلها غادي يعاونها، واش راجلها غادي يعاونك في النكاح وغادي يعاونك في الدار وغادي يعاونك في سي الدار البيضاء، واش هذا حنا جيبي واش بغينا راجلك يجي يمشي لنا الدار البيضاء، انت هي ما قدرتش تمشي الدار استقلي ديري خير في كرك انت غادي تخرجي على الحياه الجنسيه ديالك تخرجي عليها، تبغى تولي انت بحال شي شومبريم فشوش، ايوا حتى واحد يقدر ينخل قال واحد اختي يجي العشي يضرب دروج دروج في العشي ولا يبقى ملاهي معاك تدخلي تحتها ما نورس دي دون ريسبوند تو هيز فيلينغ اسلام العربية ما كاي هذاك الكلام اللي قلت العربي قداش يترجموا ما ديها علاش اش يجيو نوت ريسبوند تو هيز فيلينغ الراجل هذا واخا يقول ايه ما عاد هذا واخا يكون كاع سيكس بارتنر ملي ما يقول له اش ندير انا بهاد الشومبر ديما مفشوش واحد عنده مرا خصك تقول انت شاد هذا تجيب هذا ديما خصها تمارس عليه تمارس عليه الجنس واخا هو تيح ولا هي تتح فهمتي كيفاش دابا هادو هاد العصابة هذا داك الرمضاني وداك دول فقير دول فقير هذاك باش اللي ما عندو كل شهر هوبا با 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 عندو كل جاب له داك الكونتوار ستر عليه ودابا تيبدل القوة مش مالياش حتى هادي مبادرة حسنة سنت سيد دو فقير ولا فقير مالياش الاخو قال اسمو الشرقاوي مالياش احنا كاع سميناهم مالياش دابا هادو ما تفسروش لينا دابا هو المشكل بحال العصابه تيبغي يتفنوا كي تيبغي يسحبوا حنا كوال ما تفهموش افسروا لينا الله يرحمها قول لنا هاد المراه ما تقدرش تقوم بالمهام ديالها لان كثير عليها ما هي خصها تكون ك سيكس بارتنر ما كأم خصها تكون صاحبة المنزل خصها تكون شنو هذه ها وجابوا لنا واحد الحكاكة من اسمها الدولة المنصوري تقول لهم كات 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 هذيك شتا واحد ماشي عامل هاي تاي داروا هاي ديال مراكش هاي العمدة هاي هذي ايوا ها هي عرفوا انه مراكش ما فيهاش الملائكة نهائيا كيما قال لك اسمو ديال فهمتي كيفاش قال دابا كيفاش تمشي هادشي كيفاش تمشي هاي تاهي ها باش عرفوا جيعانين خصهم دابا هاي برلمانيه هاي وزيره هاي عمده
ايوا ولا شنو احنا نقولوا هيا انت ونزيدوا زي ما بلا ما نديروا نديروا القواله بنات كل مره شنو ما تقل ما تقودت ودير الفلوس على الاخر هي الكشي اللي باغي ملي خدموش في المصلحه لينا احنا المواطنين انت يا انت انت غير يبقى ناس درك مواطن خلاق ملي ما تخموش لينا وكاين بحال هاد الناس اللي تعمل البرامج ويبقى يديروا ها وها فسروا لينا راه حنا ما قارينش فسروا لينا ما يقول ليه ليه شوف الجنس راه مهم وانتم ديري عليه بحال والو الجنس مهم المراه خصها تنكح والراجل خصو ينكح وهاد المراه ما تخممش في النكاح ديالها واش هادي واش هادي ما يقدرش يقول الحيوان الحاوت ينكح وقت ما بغى فهمتي كيفاش قضيه هذا بحال المشكل هذه العمله للدار البيضاء شوفي الله يخليك لا لا سيري قولي بحال هذاك ما تقدرش تمشي للدار البيضاء تمشي وزارة الصحة غتمرضينا وتخرجي على الدار البيضاء ودابا الدار البيضاء عامرة زبل عامرة زبل عامرة عامرة وراه ما جبتو الشركات داميناجمون داميناجمون وكلشي ما قدرتو ديرو والو عاد زيدي وزارة الصحة بها دير الصحة تخرجي على موليزكو تخرجي على بن روش تخرجي كاع السبيطار اللي عندنا في الدار البيضاء أربعة اليوم ما كاينش السبيطار بزاف تخرجي لنا عليهم فهمتي بحال ديال قودها في عهد كوفيد قال لك حاجة دارت ما دارت واش دار هذاك الشيء كان مشي هو السلطه القصر هو اللي كان مشي كل شيء مع دوك الناس دوك الناس قواد قائد قواد ما هما شنو الجمعيه لا قواد ولا اقياد لا قواد قائد تولي الجمعيه هو قواد هذوك ملي كان مشي مع الباشا وزيد عليهم القدام وزيد عليهم الخليفه وزيد عليهم هذا الشيء مدير فلهذا ما عندكم ما يقول لي حق دارت ما عندها ما دير مدير هذا اخرج ما اخرج كرو هذا هو شنو ما حيتو يقابل اكادير ما حيتو الرباط ما حيتو يمشي يشوف مرتي تعمل لها شويه ديال الممارسه انت يا راه مرتي هي هي ما صافي هذه قلبها اي سي دي سي اللي جات بارك بحال حنا عندنا بوريس بوريس جونسون اللي كان مترشح الانتخابات ديال ديال العماله ديال العامل العامل ديال لندن استقل من البرلمان كيف نجح استقل من البرلمان لا حنا نبغاو ما يبقاش هذاك في البرلمان يعني يكون عنده تقلب كاع شي وزاره ولا دوز من سنين حيد من البرلمان استقل وبقى مقابل العمده ديال مدينه لندن دوز فيها 8 سنين عاد ثاني هذا مشى يترشح الانتخابات ونجح ومن بعد قعد تخبط استقبل الوزير ديال الاول ديال الانجليز فهمتي المغرب لا تيمشي خصو يجي هذا المصيب يجي هذا المصيب يجي هذا المصيب لانه فيه بالجوع ما كانش بالخير ما كانش بالخير ما كانش بالخير ما كانش جاوا الحكام ما زعمش انا اش قال لك قال لك ما كيخطب شي خطبه ثاني عطاهم شي ارقام هذا ما كيمانيش فهمتي دابا الخطاب ديال الملك هادو ما يستافدوش منه حنا غادي نستعملو كريفيرونس حنا غادي نريحو على كاساتاي ماشي على كاساتاي قرع قال لك الاخر مانيش قرع الخبز لان كنا نتصنتو ليه بشويه وما عندي الناس اللي غادي يفسروا لي يفسروا لي داك الشيء تقول السلطان فهمتي اللي خطب واش غادي يعطيهم الحلوى اليوم ولا ما يخليش يديروا الحلوى يتخاطبوا عليها ويشاركوا كوفيد بعضياتهم هذيك بوريت هذيك بوزريطه معيق الناس مصوره بلا ماسك ومصور بالماسك زعما كاينش تقود زعما كاين مال قالك قالك وزير ديال الشؤون الافريقيه ودخل كراكش من داك الشؤون الافريقيه انت ما قدرتي دير الشؤون ديال الجاليه والشؤون ديال المغرب وغادي وزير ديال الشؤون الافريقيه داك يعني عوزه بعد منا بعد منا سير عنده ما ودير داك الماسك زعما كي درا واش 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 السلطان هو ولدو خوه ما دايرينش الماسك مدي واخا كاين شويه التباعد يقول لا والاخر معيق لا مريح تقول لا ودير ماسك شتي قالك كل اللي تيخرج من الجماعه والقحبه علاش هادشي يقول على داك الشيء قال المثال حنا نمشيو على الامثله ديال المغرب ديال بكري فهمتي قال لك قال لك سمع كلامي انا ولا ما تسمعش ماش كل قال لك فسروا لي بكري كان يقول لي حنا تعطيني شي مثالات ما تجيش تخمم فيهم تلقى فيهم فلسفه الناس شوف كان سميتها الطوزر واش الطوزر واش حنا عندنا الطوزر وعمتي كتسمع بوش شوف على السميتها كذا واش حنا فين ديك الريحه ما فيهاش علاش حنا نعيشو في هارموني مع عائلتنا هذوك وهذوك هنا ملي هذوك وهذوك حنا نحن معليش فين كنا هذاك اسمه واحد قالك بغا يدير حمله بغا يقول لي يدير حمله وقال عباد الله سينو ليا فيها سينو ليا سينو ليا في 18 قال لهم سينو باش قال لك غادي يقضي عليا واش بحال انا وليت انا هذاك اسمه ذاك الجراب اللي جا عندنا في الدار البيضاء بكري كنا صغار جابوه باش ياكل القمح استخدم حنا واكلينه تنشوي فيه عليك المحمص دار لكم ذاك الجرد عقلوا عليه بكري لا كنتو صغار لا لا كنتو صغار لا كنتو كبار تعقلوا عليه ما كنتوش رزقكم الماء هجم على الدار البيضاء ساعه تلقى مع المغاربه جيعانه جدو ديال المول يشوفوا فيه تمشي تشري
كورني عامل بالجران، تيشدو قال لك من الحمص بكري كانوا غير الكحل، تيحرقوه في ديك الرمله، حرق تعمل الملح وكذا، بقى تاخذ الجران. ولا بدا ديليكاسي تشيل عندك فورتو من الميزان، اللي ما عرفش شنو هي فورتو من الميزان، هي واحد بحال قلت لي سوبر مارشو دو لوكس في من يتقدى الملك، راح جا حدا الريس بيكاديلي فورتنوم الميسن، نقول لك هذوك تزيد في واحد البلاصه تشري البخوش تاكلو ما علاش. يعطيك واحد الريفيرونس على هذاك شنو كنا نتكلم على جراد، لا جراد لوكتوس وما شكون نسي اسمي ما نكتش عليه، خليني نشرب واحد شويه المحي باش نحيد عليا. واه في كنا هنايا مازال مش شافين هنا، هذاك قال لك بان انا سبيت ليه امو، هذا يقول بان هو ولد ديك الدكتوره، ديك الدكتوره ما عرفش امل شي حاجه ولا شي حاجه، هذا ولد ودي تكلم هذا وندير لك وندير لك، وعطاني انا صيفط لي التصويره هو واحد الكلب، ما تقول لك الكلب تنزل لي ولا تنزل الكلب، معليش اش تقول لك غادي هذا عطاني ثاني دير اجتماع، قال لك غادي تقول عباد الله خصكم باش يحيدوني من يوتيوب، واش دير امك انا بلاك يا ولد القحبه تحيدني من يوتيوب، راه الفيديوهات ديالك بين يطلعوا للسما تيكونوا سانكسيوني من عند اليوتيوب، من عند اداره اليوتيوب، تيجي الزمن بحال كدايا نهوض بدي اعمل بيتيسيون باش انايا حيدوني من اليوتيوب، قال لي خدوا لي على الشمال ديما كنشوف انايا بي بي سي 1 ولا بي بي سي 2 تقضي عليا راح تقول، فلهذا هذا من هذا المنبر رحت كنت ديت الحشم حشم لك امك مسيت لي التصاور ديال عريانين، امك اللي كانت امك اذا كنت انت ولدها وهي امك راه مسيت لي التصاور ديال عريانين حاشاك مزلزلهم مهودين مليح راك بريت من تجعب لونتري من الاول خسر لك خسر لك اشنو هذاك المهم ما شفتش شنو ذوك العبار ديال الليبرا دي ولا السي ولا ما عرفتش بين تقول لي بهم الحديده من تحت بحال السكافولدينغ مشي هزوا ولا البزازل هو كتقول لي المارس عليها واش هذا دابا هذه مو راه سيت بعد تصور الناس اون برايفت ايوا دي انا تي حامي على مو قالك انا سبيت لي مو شوف هذا بدا بتعبو القحبه وليت هي هذيك ني ايوا شتي هذا خارج لي هذا وجيب لي كلب معاه الكلب هذا والكلب اللي حرشوا عليا وحرشوا عليا فين يما الكلب ولا تيطير في السماء يجي يعني انا كلب مانيش، فلهذا نقول لكم من هذا المنبر عاود لك راك يا العطاي ما عندي ما تحيا الاخوان اللي سيتو لي ديك البيتيشن قال لي شاد الزمن مالو معاك ايوا واش ندير لي الزمن ما يحشمش ما يحشمش هو اللي تيتكلم به قال لك مو هي اللي كان اسمها دكتوره شي حاجه ماشي حاجه قال لك حقا صاحبه بو 20 مالي وما عليهش فلهذا قال لي ايوا عندي انا اللي مازال نتسنى فيك الدري ديال برلين اسمه لطفي مروان لطفي يتكلم لنا على الدكتور حليم شتو مازال ما خرج دابا هذا غادي يدير فيها رفيسه هذاك هذاك اسمه ديال برلين ونحن غادي نتسنطوا ليه شتو مازال ما خرج بقينا مازال ما لحقتو الخبار ايوا هو دابا هذاك ثاني غادي يعمل لنا مسلسل على الاستاذ حليم هذاك ديال بيرلي اللي كنا دار السنوسي ماشي سناوي دابا دار هذا هو ودي هما خو خلا فيه من دار دابا حنا نتسناو انا نتسنى فيك السي اسمو نقول لك السي بلا سي لا بحر مروان فهمتي دابا نتسنى باش تعطيني فيدني تزيدني تبان لي هذاك درت واحد الاوديو ديال اللي كسمع هذا الدري ديال امريكا نزل له واحد الاوديو على هذه كسمها تقول لهم في المغرب الزيزوار هي اكثر من زيزوار عندي هي جيتو علاش تتكلم قالت لي هذا وهذا 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 وقالت لي بانك انت جيتي قريتي غرضك وهذا وسمحتي بصحابك هي قالت هو دوزها في الفيديو وقالت لي انا راه كنخدم مع صحاب الحال حتى انا درت داكشي اللي قالوا لي 20 مسلسل ماشي هندي تايلاندي ديك شوف ترمتك هذيك فهمتي كيفاش قليل ايوا دابا شنو ندير التخويض ما عملي من شدهم واش من الراه ولا من الليف فهمتي كيفاش قضية فاني هذا فهمتي تنحيي كاع الدراري اللي كتبوا لي والناس هذوني وداك الزامن اللي تيقول بان هذيك مو الدكتورة هي مو وحشم يا ولد القحبة حشم على أعراضك إلا كانت مك راه مك راه مشوها التواصل الاجتماعي اليوتيوب راه مصورة لي شي حاجة كمان إنسان متزوج مليح ومصورين عرفتي هذيك تصاور المزازل ديالها لحقوا لي على سنتيور تحت المزازل ديالها قال لك اجي دير لي ما دير ليش ندير لك انايا واش انا فاكر ولي دونك مانيش ما كاين الكلب فاش حقنا ما لحقنا فينا غادي نقطعوا من هذا الفيديو وغادي نشوف بحال اليوم سامدي سوار اد موفي فلهذا اخواني
واحد الدري على التيشيرت راه صيفط مع هذاك اخويا التيشيرت، المهم خلع سميدو شي حاجه، ما نقولش سميدو، ساكن هو ساكن بالالمان، ساكن بالالمان، ماشي ماشي حدا هذاك الملحد، لا ساكن من جهه اخرى. قال لي راه صيفط لي توصلنا بالفلوس، وكنت شي غلط لي كيتعمل كليك، كيتبرك على كليك فاميلي ان فران، ما كنتيش تخلص ذاك الباونز ديال اللي يحسبوا عليك، شتي داك الشيء اللي نقول لكم، ملي بغيت يصيفط الفلوس نلحق عليك، اعمل كليك وراك على هذيك اللي فيها فاميلي ان فران، تتعفى من الفي الواجب ديال هذا، وثاني تنتعفى وما دارش هو يتصيد فيها خلص لك. فلهذا فلوس توصلنا بهم، راني مشيت طبيت هما الاول باش ما يلقاش عندي حجه في الجيب، طبيت قبل ما يسيق المغربي الخبار. فلهذا شنو نتكلموا، هذا اللي مشي ديال الفلوس ديال التيشيرت، هذه التيشيرت بحال هذه، الناس اللي تبغي التيشيرت تصيفط لي الدكتور كوتات، هذه حتى هي تسنى فيها، قال لك ديرها في القناه ديالها وتكون لابسها انتوما، هذا عشتي ها هي ها هو، وها التيشيرت، ها التيشيرت. وانا غادي نتكلم مع الديزاينيه ديالنا اللي في المغرب باش يعمل لي واحد الديزاين ديال الرباط، ديال الرباط غادي نديرو فيه اسمو تا هما، لكن نقلبو على شي حاجه، لانه غنديرو فيه منى الهجيه، ونديرو الدكتوره كوطه الهجيه، ونديرو سامي دو برازيل بالجهه الاخرى، ونديرو لاتور حسن، لاتور حسن، ونديرو داك الواد دايز ديال ابو رقراق اللي قبنا فيه واحد الجرف بيطع الشمر، علاش؟ هو نزيدو شي 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 فيكر، شي وحدين كانوا معروفين في الرباط، كاين شي وحدين كانوا في الملك، ما نقدروش نديرو استوار الملك، لا خصك لوتوريزاسيون من الديوان، ماشي من الديوان، الديوان ديالو هو، لا ما نقدروش نديروه. فلهذا غادي نديرو، نقدر نديرو اسمو نديرو بالعرفة. بلي هذا هادو، واللي بغى التيشيرت هادو، اي واحد ماشي ما خصوش تكون كاع من الدار البيضاء، هذاك اسمو دولمي كاين تما، الحاجة الحمداوية، با قيبو، والحاج قيبو، وداك اسمو با عزيزي، كلشي هادو مكتوبين تما، وانا معاهم، وانا معاهم في الوسط مليح. دابا حنا غادي نديرو هاد التيشيرت، غنديرو التيشيرت ديال الرباط، ديال الرباط، ولا نديرو فيها، ندير فيها الكلبة ديال المولى، اسمها بامبي، بامبي، ونزيد ديال تشارلي، وتولي التيشيرت ديال الكلب، مالناش. فين كنا عند مونا، وكنا عند الدكتورة كوطار، ودزنا عند سامي دو برازيل نسلمو عليه، هو كان كاعي ماشي، هذا سامي دو برازيل ديما كاعي، ما علاش واش غير تشدو فيه ودي تنيرفا، ويلي اه سي سامي ضرب شي بيرة ونسى الهموم، ويلي ديما تنضر مع عباد الله، ويلي حنا نتكلمو عليك هنايا وتضرب لي معاهم ليه، كاين هاد ديال البرازيل، شي في البرازيل ما كاين غير قطع ليا نقطع عليك. فلهذا تاني نحيي سامي دو برازيل من هاد الجهة، وغندوزو للجهة أخرى، ونتسناو الآخر ديال برلين يقول لنا شي حاجة، وداك اسمو الكاميو راه خرج وقال لك مراكيب هاديك على الرئيس ديال الوزراء، ما فيها والو، ما فيها والو. دابا نطلبو من الأخ نوش، ما عرفنا كنت هو الوزير الأول، وبارك سمح ما تقلش على العمدة ديال الأكادير، لا بغيت تكون عمدة حيد من حيد كوزير الأول، من ديال وزير الحكومة. التقوى هو هذيك اسمها المنصوري ولا شنو هي تاهي، تانت هي بعدي، انت تابعي لي صحاب الكيف، العصارة الدسارة، ايوا ديري تما مراشد، ديري البيزنس تما، باش تستري عليهم، باش الكيف والمخدرات تبقى تمشى في مراكش، لا داروك ديما عمدة وداروك مارش الوزارة ما عرفتي علاش، ايوا باش هذا باش تكوفري عليهم تما كيما كوفرتي عليهم قبل تطيروك، ما عليناش. فلهذا دابا حنايا هذا ما شكون اللي قال، هادو اللي عندهم جوج عمدات يمشيو باركه من البساله، ما تضحكوش علينا، ما تضحكوش علينا. ولا كنت كاع على ودي الديره ديال البقاله، داك الصالي ديال العمده ولا ديال الوزير، اعطيه للفقراء، اعطيه للفقراء، الفقراء ماشي تضرب الفقراء اللي فوق الفيد، لا الفقراء الناس اللي ما عندهمش بحال انايا والمراكي ولا كاين عسلاه، ما هذوك الفلوس فرقوهم على وانتوما تبغي تاخذوا العمده الوزير وبرلماني، وشوف هاد القحبه هادو، الجوع فيكم الجوع. فلهذا ما نطولش عليكم، وهاد الحكومه هادي، هاد الحكومه هادي مازال ما يلاش ندرب على الاسماء، غنضرب على الاسماء، غنبقى ندرب حتى نحفظهم كلهم، غادي نولي حافظهم. قال لي كاين غير 23 عاد يجيبوا كتاب الدوله، على دوله بغات دير كتاب الدوله. هاد الكتاب دو واش يديروا؟ وهاد القحبه يديروا والو، بالك تما تخلصوا، بالك قال لك 3 مليون ونص في الشهر تيجدوا،
واش لابسه لا عاد تشفر، وغادي نتكلم لك مع الوزير، وغادي نتكلم لك مع الوزيره، وغادي ندير لك وغادي ندير لك ومن ذلك تقرا واحد القحبه الشفاره. هذوك الكتاب دول معروفه، معروفه كاع. سيكريتاري اوف ستيت انايا بحال بحال، تا الانجليز بحال بحال. رغم بات لينا واحد البرلماني وكان الوزير تاع الايرلندي، مات 53 عام عمره، مات مسكين. بيركنشاين مات 53، مات بالكونسير ديال لونغ. شفت هو كان فيكتيم من القحاب، هاد وزارة الصحة بيع عليها كوفيد والقحاب، الأطباء خدوها سبة مابقاش بغا يشوفوك يتكلموا معاك في التلفزيون. يقول لي ما عندوش تلفزيون ولا اللابتوب، القحاب قال لك تبعوا المتابعون والناس حاب الكونسير زاد فيهم الكونسير، ما تيشوفهم تيشوفوا هذا كوفيد، ما كوفيد. هو ماشي في كوفيد، ما في والو، غادي يقتلوا باش يعملوا الاحصائيات. معليش، فلهذا شوف انا الفاسد اللي كان في الانجليزي نقول لكم انا ما خسرت شي حاجه. قال لي واحد اسمه دوك العرب اللي المنشار قال لك شد نيوكاسل، وشد قضى عليهم. عياو اليهود اللي على ليفي ديال توتنهام هوت سبيل، بغى يدير واحد البيتيشن ديال هادو رؤساء الفرق باش يحبسوا داك الديل ديال السعوديين باش ما يشريوش نيوكاسل يونايتد. ساعة الناس خدموا داك اسمهم هادو وخلوهم خلوه مشروع دابا يحطوا فيه الفلوس، يحطوا الفلوس ويرجعوا. نيوكاسل كانت ديما مزيانة، ملي كنا مشينا عباد الله من البلاد، ودابا جاو السعوديين باش يقتلوا لنا في اللعابة بالمنشار. ولا يقول لي اجي تحجوا، كاين لك واحد مسلمين اللي كيمشيو يحجوا هذاك. معليش، اش كنا فسرنا لكم على نيوكاسل، شراها الشيء تاع السعوديه. وحنايا احنا المغاربه ما يخلوش شي سعودي ولا اماراتي شي يجي يشري الوداد ولا يشري الرجاء ولا شحال، تيحبسوه تما. لا ما تيبغوش يخليو الناس ياكلوا وهو ياكل ويكلوا الناس. لا، هما خصهم يكون شي يشدوا باش يجيبوا شي سعودي ولا شي ويكون كيما كانوا الامارات وشي واحد ويشري الوداد ويدير لها التيران ديالها ويديرها هذا ويرجع شركه وديالها. لا، تيحبسوا ولا القحاف يحبسوا. كاين هذاك اسمه هذاك الناصيري هذاك حابسهم، هو في الوداد، هو في المجلس البلدي، هو في البرلمان. وكيفاش تمشي الوداد؟ تمشيها بتيليكوموند. معليش، ولا درت هذاك ابو دريق ديال الراجا اللي الناس تموت عنده في هذيك الشركه ديال البنيان، تطيحوا تيموتوا وما تيديروا معاهم والو. تقول لي راه مشى للجنه، الجنه ولا فين يمشيو الجحيم فهم. مي باهم مي مشكل وكل مشرب. هذوك حاجه دورنا معاهم، درنا اليوم العشاء ندير لهم. انت اسيدي العشاء ما ديروش، دير لهم كاسكروت وتهنيونا. معليش، انا ودعكم من هنايا وكنت معاكم، انا اللي كنت معاكم ماشي حتى شي واحد اخر. ودابا هذاك ولد القحبه، واش نقول يا خويا؟ ما يقدرش يستعمل شي كلمه. ما هو اللي قال لك مو، قال لك انا تنسب ليه مو. هو ما عرفش بان مو هي تتهجم على شخصيتي. ايوا، واش انا غنسكت ليها؟ واش انا اللغه ديالي غير اللغه ديالي ماشي تحت السروال، من تحت البيكيني الفوق مني ولا تحت. معليش، فلهذا عاود كرك وداك الكلب جيبو نتيري ديال مو. تقول لي مولا رافق بالحياه، ما كاين رافق بالحياه والو، جاب لك الكلب قتل ديال مو بوم. حلف الكلب ميعاد سال، حلف الكلب ميعادني انا وانا ميعاد. فلهذا برك على هذا، وانت وداك البيتيشن بدا قال لي غادي يحدى ليا. اش تحدى ليا؟ دير مك واش انا سد تحدى ليا؟ تقول يعني طب المك. تعجبني نقول الكلمه هذه. اخوة المغاربه، كان معكم لورد ابي من البار ديالو، وتنتمنى لكم ليله سعيده، ليله موفقه. الله، ما تنساش تورك وتعاود الكراك وتشاركوا وتابوني وسبسكرايب في هذه القناه. شير، فرقوا، بارطاجيو، اعمل لايك واعمل ديسلايك واعمل لك ايب. ولا كنتي ولا قحبه سينيالي الفيديو، ولا كنتي ولدك اسمك ولد الطبيب ولا لا الدكتوره ماشي حاجه، امل شي حاجه، بوسعيده ولا بوس ما عرفتش تسمي. علاش؟ فلهذا دابا حنايا تيجي الناس دابا بيكتبوا لي على ذاك الدكتور حليم، ودابا تنتسنى في ذاك اسمه الاخر يحلل لنا ديال برلين، يحلل لنا هذا اللي هو صاحبه كنا صعب. المهم، فلهذا أنا نودعكم لهنايا وتبقوا على خير. وأنا فينا ندير لكم الصفارة، هذه الصفارة اللي الحلوشة هذه شتيها ديال البوليس، هذه هي اللي أنا خاصة، هذه خصهم يستعملوها في الجردة ديال بارك دي جو، يجربوا على الدراري الصغار. Your last order at the bar please, your last order.
يلا سؤالي هذا سيدي، خلينا نكملو ونمشيو بحالاتنا. هادشي كيما كيما يتقال، ما كيما يتقال، تضحكوا علينا جايبين لنا بالموسى قال لك التعليم والرياضه، هو كل الرياضه هو بينا فيش رياضه، هو دراها واش هذا، مشى لفرنسا خلى مزور شادين تما في الديوانه ولا في الفرونتيير، مشى هذا واش ما دار والو، خلى عوازه داخلين عنده للسفاره، ايوا شباب جوال ديال التعليم، واش اللي علمنا؟ اللي علمنا الحلوه داخليه من الداخليه، اللي عندنا شي ديال يحقروا علينا، يقطعوا لي لساننا ندخل مع الدار مع تسعة الليلة، ما تمشيش من هاد الجهة، تمشي عندنا التربية والرياضة، بحال في الحبس، التربية هذا واحد جوج ثلاثة، اسمو هذاك اللي كان يقولها في الصباح في الراديو، الله يمعلت عليه، هو وحده، الناس قالوا لي اسمي شحال هذه، قبل ما خرجنا كانوا نديرها في التلفزيون في الإذاعة المغربية، واحد فيترين بعباد الله في الراديو، ديك الساعة ما كانش تلفزيون، علاش؟ Ladies and gentlemen, finish your drink and piss off, please. كان معكم لورد أبي من هنا ومن هناك من الجهة ومن الجهة. السلام عليكم. يلا 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 قف قف. هادشي عجبو هو يقول لك هذا تسحب على صباح خيط الأكاديمي. حكروا عليهم الساعة 6 الصباح تلقاهم يديروا العالم. الراية 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 تطلع بحال هادي شتي. شتي هذا. عندي راي اخر، عندي الراي اللي عندي، عندي الراي اللي عندي هنايا احسن من ديال وزاره الداخليه ولا وزاره اسمها الراي اللي عطاو لي مولين البار بك انك تورنوا ديال الله بك الالعاب الاولمبيه الحلم هذيك صح انتم. يلا 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 المراكي قف 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 ما كتشوف فيا بقدي ما نتكلمش ما قدش راح يكبر درس فيه قال لي ما حل عيني شافيه وسكت قال لي ناعس ليه دائما دائما نفيقوا بالنقص ونفيقوا بالنقص باش باش يخوي يخوي البار يبقى يبارك لي الناس كليا الناس الناس تيجوا محترمين تيجوا هنايا ايوا نقول لهم ما كاينش الشراب ايوا اش نقول لهم نقول لهم ما عندناش دمتم على خير والله يحفظكم والله ينوركم وما تنساوش تشاركوا في القناه راه حنا ماشي حنا والو حنا يا دابا الله 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 رحمنا ونعمنا بهذا الكوان الحكومه الجديده دابا الله عطانا عطانا باش نشدوا نشدوا فيهم بقاش شادين فيهم وهما اللي بغا يدير اللي بغا يسحبوا لك الكوالب راه ما كاين غير التشويه راه ما كاين غير هذا مش هذيك الايام ديال هنا الرباط ومقاره وراه ومجاوره دابا كاين هذا ما تحتاج له هنا الرباط لا هنا لندن لندن وبدا تخربق مليح هانتوما فلهذا الله عفاه الله عطانا هاد لي فيكتيم 23 فيكتيم جابهم لينا عاد زادو دوك كتاب الدوله غادي نتبرعوا مع راسها الله عندك الله في عندك فيما تشد عندك فيما تشد الاولانيه هو داك اخنوش يمشي قول من اكادير ما يقدش يمشي اكادير والحكومه وداك المول مشي تما برضو ما يقدرش ايوا شنو هو اللي تسحب بومبة ليسانس راه دابا تمشي الدولة الدولة المغربية ويسحبوا ديك افريقيا غاز لا تقول معليش فلهذا